وخاصة الطاقات المتجددة، بلادنا الحمد لله هناك فيها تطور كبير جدا، ماشي على مستوى فقط ما تشاهدونه الحمد لله، وهذا إنجاز رائع وجعلت المغرب يحتل مكانة محترمة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية والطاقة الريفية، ولكن أكثر بذلك هو أنه أصبح عندنا الآن تطور ما يسمى باقتصاد الطاقة أو الصناعة الطاقية. ستلاحظون من خلال فقط هذا المعرض العلمي أن هناك يعني إنتاجات لبعض المكونات ديال الطاقة اللي هي مهمة جدا، مثلا الخلايا التي تستعمل في الطاقة الشمسية في البانو سولير، هذه هناك أصبحنا ننتجها الآن في المغرب، أصبحنا ننتج بعض نستعمل حتى هناك إبداع في مجال البطاريات التي نحتاجها في التخزين ونحتاجها في النقل المستدام الآن، هناك إبداع في مجال تطوير الشبكة الكهربائية، هذا ولذلك هذا المؤتمر يعزز مكانة المغرب على الصعيد القاري وعلى الصعيد العالمي. لاحظتم أن هذا المؤتمر الإيجابي فيه هو حضور عشرات ديال الدول القريبة والبعيدة الصديقة إلى غير ذلك، وخبراء ثم حضور خبراء المغاربة دكاترة وباحثين مغاربة الذين يعيشون في الخارج ويحتلون مواقع متقدمة كمدراء كرؤساء لكثير من المؤسسات على الصعيد العالمي، يشتغلون في آسيا في أمريكا في أوروبا يعني في الدول العربية اللي يحضرون هذا المؤتمر. كما لاحظتم حضور بالمئات عشرات ديال الدول حاضرة، خبراء نوعيين، عروض متميزة، ماشي عروض، لا هناك أبحاث ستوقع، هذه أبحاث التي تسجل في كبريات يعني المجامع العلمية وفي كبريات يعني المجلات العلمية. إذا هذا مؤتمر محترم، كما قلت لبعض الصحفيين أنه اليوم وهذا هو النقاش اللي حصل الآن في كولونيا حول التغيرات المناخية، أن الحلول العلمية موجودة، الحلول التقنية موجودة، حتى التمويل موجود. البنك الدولي أعلن على 300 مليار ديال الدولار، يعني 200 مليار للدول النامية و100 مليار للقطاع الخاص، بمعنى ما كاينش هذا المشكل العلمي والتقني والمالي، المشكل هو قرار أن تتخذه الدول لكي نسير في مسار التنمية والسلامة والطاقة النظيفة والصناعة الخضراء لكي نتفادى كارثة لا قدر الله، وهي هذه كلمة كارثة أنا سبق قلتها في أكثر من مؤتمر، ولكن مؤخرا عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال هي قضية حياة أو موت، إذا لم نتدارك الأمر فربما هذا الكونسير المناخ سرطان المناخ الآن قد يصيب العالم بكامله، سواء الدول المؤثرة والغير مؤثرة، الجميع سيؤدي الكامل بشكل قوي بين الجامعات المشاركة ومراكز البحوث، وتطوير يعني كذلك العلاقة بين الجامعة والصناعة بهدف تطوير وتثمين يعني البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام. شكرا. رئيس اللجنة العلمية بمؤسسة الطاقة الشمسية المعروفة بإيريزن، ورئيس المنظمة لهذا المؤتمر، مسقط رأسي المغرب وأشتغل في ألمانيا منذ 30 سنة. هذا المؤتمر هو يعني عبارة عن همزة وصل بين ما هو يعني الأجندة 2030 اللي هي 50% من الطاقات المتجددة في المغرب، وحمزة بين هذا وبين الجامعة والبحث العلمي والتنمية، ولكي تصبح الجامعة بالمنفعة إلى اقتصاد المغرب وليس فقط يعني الدروس بدون فائدة. وهنا يعني الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين يدركون أين هي المشاكل المطروحة إذا أراد المغرب أن يصبح بلدا يستعمل الطاقة الشمسية كما قال صاحب الجلالة في الكوب بلد في مراكش 50% في عام 2030. هذا المؤتمر بدأ قبل 6 سنوات في ولزازات، والآن يعني بدأ يكبر وضع صيته في العالم، وإن شاء الله حيكون يعني أكبر مؤتمر في المستقبل. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.